في الفترة الماضية ومع بداية السنة لاحظنا أن أنميات الموسم كانت كثيرة. لما دخلت موقع ماي أنمي ليست حسبتهم وطلع تقريبا 144 أنمي، هذا طبعا مع استبعاد أنميات البامبرز والهنتاي. وفي هذا الفيديو بسوي ترتيب لأفضل الأنميات اللي لها موسم أول فقط واللي بكمل متابعتها ومستمتع بها، وكمان اللي بسحب عليها. ما حد فاضي يتابع 33 أنمي جديد، يلا خلص أنميات الموسم السابق. طبعا الأنميات بحطهم بالأسفل بشكل عشوائي وبرتبهم بالقائمة حسب الأولوية، فبدون ما نطول بالمقدمة خلونا نبدأ. السلام عليكم، كونيتشوا مينا سان، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين وتكونوا بأتم الصحة والعافية. ها؟ ترتيب الأنميات سيكون كالتالي، خرافي جدا، أنصحك فيه، للي فاضي اسحب عليه ما يستاهل. وأول أنمي تابعته هو تينسي أوجي تو تينساي، يتحدث عن أميرة أو أمير إنيشيفيا مدري ميولها، وشافت في أحد الأيام النبيلة يوفيليا اللي جردت من لقبها كأميرة وغيرت الأجواء حتى تنقذ النبيلة، وحلقت معها بعيدا ليبحثوا عن السحر. في البداية تأثرت بالحلقة، لكن لاحقا اكتشفت أنها يوري نفس مسلسل جيني وجورجيا، البنت اللي تنقذ بنت من حبيبها ويحبون البنتين بعض. استغفر الله، بدون نقاش نحطها بقائمة ما يستاهل. اللي بعده أنمي كوريزو كوسي دانشي توكول نا دوريو جوشي، يتحدث الانمي عن عامل مكتب عنده قدرات خارقة نفس تودوروكي، وهذه القدرة مرتبطة بمشاعره، احيانا يثلج وتارة تهب العواصف كأنه طقس يمشي على الارض. الانمي مناسب للفتيات اكثر من الذكور، لذلك للي فاضي يقدر يتابعه. اللي بعده انمي ريفينجر، يتحدث عن اوسوي يوين اللي عشيرتها ساتسوما تواجه سلسلة من الاغتيالات واللي سببها ليس بدافع السرقة، لذلك ذهب ليكتشف الحقيقة وينتقم لعشيرته. الانمي نوعيته نينجا وساموراي، فأنصحك فيه بما أن أحداثه جيدة. اللي بعده أنمي نير اللي فيها الفتاة توبي، يتحدث الأنمي عن الأندرويد توبي وناين إس وإيتو، تحسه جوالات جالكسي، ومعركتهم ليستعيدوا أرض ديستوبيا بعد استيلاء الروبوتات عليها، والبشر أرسلوا أندرويد لمحاربة الروبوتات واندلعت حرب بين الطرفين. يا ترى من سيفوز؟ قاعد أحاول أشوقكم للأنمي. المهم الأنمي مؤثر، رغم أني تابعت أول حلقة لأنميات هذا الموسم إلا أنه أحد الأنميات اللي استمريت معها بدون اي انتظار. وكمان الانمي مقتبس من لعبة شهيرة كنت اشوف صورها سنة 2017 في المنتديات. الحلقة الرابعة اجلوها بسبب انتشار الفيروس، ويمكن عذر ذكي من الاستديو حتى يحسنوا جودة العمل اكثر، امزح. الحلقة الخامسة والسادسة كمان نزلت. المهم الانمي خرافي ويستاهل تعطيه وقتك. واللي بعده انمي سبايك يوشيتسو، يتحدث الانمي عن فتيات يقاتلون من خلف الظلال نفس حديقة الظل، وبنفس الوقت جواسيس نفس سباي فاميلي، لذلك يطلع معنا مزيج بين سماحة الظل وسباي فاميلي. ومع ذلك الأعضاء اللي يعملون لمنظمة كلاوس كلهم فاشلين وليس لديهم أي خبرة، لذلك يسوون كل اللي عليهم ليثبتوا إنهم قادرين على إنجاز المهام. تصنيف الأنمي حريم وسيتكون من 24 حلقة، لذلك أنصحك فيه بما أن أحداثه باين عليها كويسة. اللي بعده أنمي مونوغاتري، مرتين ذكروا أنه مونوغاتري معناها قصة، بس هم أضافوا مو علشان ما يكون اسم الأنمي مكرر. يتحدث عن شبيه إيرين هيوما كوناتو اللي يكره الأرواح لأنها سلبت منه كل شيء ثمين، ولكي يتخلص من كراهيته للتسوكوموغامي أرسله جده ليعيش مع اللي يكرهه، مثل اللي يصب الماء على الزيت المغلي. المهم الانمي كويس، فيه أحداث قتالية وانصحك فيه. واللي بعده انمي هاي كارد، يتحدث الانمي عن أشخاص يحملون بطاقات ويوجد منها 52 بطاقة فقط في هذا العالم، وهذه البطاقات الخارقة أدت إلى مشاكل في مدينة فرولاند، لذلك عين الملك شركة بينوكل، اسم الشركة غريب ويؤكل بالملعقة. المهم وكل الشركة لجمع البطاقات اللي نشرت الفوضى في البلاد، وكأول حلقة الانمي كان حماسي كأنه انمي كاكيغوري لكن اكشن وقتال، وانصحك فيه. واللي بعده انمي تومو تشان واوناكو، يتحدث الانمي عن تومو وجون اللي لما تشوفهم تحس انهم صديقين، لكن تومو تشان هي فتاة ولان تصرفاتها ومظهرها يبدو رجولي الا انها بنت، وتحاول تقنع جون بذلك لكنه ما يفهم. وكأول حلقة استمتعت بالانمي واجواءه كوميدية مع شوي رومانسية، لذلك يستاهل تتابعه. والانمي اللي بعده اوتوناري نو تينشي سما، ملاك تسكن بجانب شقتي، يتحدث عن اماني اللي كانت تجلس تحت المطر لكن انقذها ماهيرو بمظلته وغادر، وبسبب عفويته ولطفه حلفت البنت انها تطبخ له غدا كل يوم الين طفشت الولد. مو بكذا وبس، ماهيرو كمان من النوع المهمل وشقته كمان مبعثره، لذلك ساعدته لترتيبها. واضح سيناريو الاحداث لوين تتجه، يشبه انمي هاي وسورو واجوائه هادئه ويستاهل متابعته. واللي بعده انمي اونيتشي و أوشيماي، قصة الأنمي يتحدث عن الولد ماهيرو يحب الألعاب
طبعا القصة العربية محرفة، يقولون أن أخته سوت عليه تجارب ليستيقظ كفتاة في اليوم التالي، لكن الأجانب يقولون أن أخته عطت حب الدواء وصار فتاة، والولد فرحان عجبها الوضع بدون ما يمر بصدمة وكأنه ما صار شيء، وغير ملابسه. وبما أنه هنتاي قرر يجرب شعور الفضاء، بما أن أخته خبرته أن المستوى فيه مختلف. الأنمي شذوذ وتحول جنسي، ترويج واضح للألوان فما يستاهل. والأنمي اللي بعده هو نينجين فوشينو بوكينشا، يتحدث الأنمي عن مغامر اسمه نيك، وفي مهمته الأخيرة اكتشف أن جزء كبير من المال اختفى. بطريقة ما قام أحد الأعضاء بتلفيق التهم عليه وطردوه من الفريق. بعد ذلك ذهب ليحتسي في الحانة وجمعه القدر ليلتقي بزملاء مغامرين، وكلهم لا يثقون بالبشر، لذلك كونوا فريق معا بسبب انعدام ثقتهم بالبشر. الأنمي كقصة رهيب وكأحداث مش متأكد، لأن تابعت أول حلقة، لذلك نحطه في قائمة أنصحك فيه. واللي بعده أنمي كوبو تشان، يتحدث الأنمي عن الطالب جونتا شيرايوشي اللي يهدف للعيش بشكل مرضي كإنسان، لكنه يفشل في ذلك لأن ما حد يلاحظه، يناظرون لطاولته وكأنها فاضية لهذه الدرجة ما يحسون بوجوده، والوحيدة اللي لاحظته هي ناقيسة كوبو اللي تضايقه دائما لين يفقد أعصابه، لكن هو ما عنده مشكلة، على الأقل في شخص لاحظ وجوده. وأحداث الأنمي ممتعة، لذلك يستاهل نحطه في قائمة خرافي جدا. واللي بعده أنمي توندي موسكيل دي إسيكاي هوتارو ميشي، يتحدث الأنمي عن موكودا تسويوشي اللي تم نقله إلى عالم آخر مهدد بشيء غامض، وبالصدفة تم جره إلى عالم الإسيكاي. سريع، الجماعة ما عندهم وقت، وتبين أن مهاراته الوحيدة هي قائمة الطعام، وقدرته في الطبخ جذبت الذئب الأسطوري فرينزر اللي بعد ما تناول طعامه شكل معه عقد ليحميه ويخدمه مقابل إطعامه له. الأنمي من إنتاج استوديو مابا، وأحداثه عبارة عن طبخ وفقرة تجويع، لكن ممتع وأنصحك فيه. واللي بعده أنمي سايكيو أون ميوجينو إسيكاي تنسكي، قصة الأنمي تتحدث عن أقوى كاهن يدعى هارويوشي، تعرض للخيانة من قبل رفاقه، ولما كان على حافة الموت قام بتقنية سرية أرسلت جسده للعالم الآخر على أمل أن يكون هناك سعيد، وولد من بين عائلة ساحرة، ولم يرث منهم شيء غير أنه كان محتفظ بقدراته السابقة في طرد الأرواح. إعادة تجسيد أقوى كاهن للعالم الآخر يبدو أنه أنمي ممتع، لذلك نحطه في قائمة أنصحك فيه علشان تشوفه دفعة واحدة. واللي بعده أنمي أيو بو كيواميرو، يتحدث الأنمي عن ملك كرس حياته لبلده وشعبه، وبنى واستثمر كل وقته وقوته في الإمبراطورية ليجعلها في رخاء وسلام، وعلى فراش الموت كانت رغبته في أن يحيا مرة أخرى ويعيش هذا المرة لنفسه بعيدا عن السلطة. وبالصدفة سمعته الآلهة، آلهتهم طبعا أليستيا، وابتسمت ثم جعلته يولد كابنه لعائلة نبيلة. حبيت أول حلقة للأنمي وحاب أكمل فيه، لذلك نحطه ضمن قائمة أنصحك فيه. واللي بعده أنمي نوكيمونو تاتشينو يورو، يتحدث الأنمي عن الفتاة اليتيمة ويستيريا اللي تعيش في ركن الإمبراطورية، ومالكها يستغلها كمتسولة حتى تجمع المال. وصادفت في أحد الأيام رؤية كائن قوي وخالد يدعى مارباس، لكنه وحيد، وويستوريا تمكنت من رؤيته رغم أن البشر لا يرونه. بعدها أنقذها مارباس من مالكها، وذهبوا معا ليبحثوا عن مكان يمكنهم العيش فيه بسلام. الأنمي قصته لا بأس بها، وللي فاضي يتابعه يمكن أفضل له لاحقا وتابعه. واللي بعده أنمي شوغر أبل فيري تيل، بعد وفاة والدتها قررت أن تصير سيدة السكر الفضية، وهذه مهمة يجيدها عدد قليل في بلدها، لذلك سافرت آل للخارج لزيارة عائلة لويستون، وشاركت بتمثال مهرجان السكر لتفوز وتحصل على الميدالية الملكية والمركز الأول. ولاحظت أن البشر الجنيات في هذا العالم يعاملون كعبيد، واضطرت لشراء أحدهم حتى تنقذه ويكون حارسها الشخصي. طبعا كأول حلقة كنت ناوي أسحب على الأنمي وأحطه في قائمة للي فاضي، لكن في ناس قالوا إنه رهيب وبتصير أحداثه لاحقا سوداوية، لذلك نعطيه فرصة ونحطه ضمن قائمة أنصحك فيه. واللي بعده أنمي بينريا سايتوسان، يتحدث الأنمي عن عامل بارع تم نقله لعالم الإسيكاي، مو علشان يحارب الأشرار وينقذ الأميرة أو أي كان، لا، بس انتقل معهم على الفاضي حتى يستكشف معهم بالمغامرة، يصلح لهم الأشياء المكسورة، يسوي لهم مساج، ومع الوقت عرف وش معنى أن تكون في منك فايدة. قصة الأنمي غريب وتعبر المشاهد الفضولي اللي يريد يعرف شعور المغامرين وما عنده أي مهارة، وحبيت فكرة الأنمي، لكن حاليا نحطه في قائمة للي فاضي. والأنمي اللي بعده هو رون جوني سوناتي إسيكاي دي أيت مدريشنو إلى آخره، يتحدث قصة الأنمي عن فتاة اسمها ميتسويا تقع من أعلى المنحدر وانتقلت لعالم الإسيكاي بالتحديد للعصور الوسطى، وفي هذا العالم اكتشفت أن عندها قدرة التنقل من مكان لآخر just like that، لذلك صنعت لها هدف آخر حتى تدخر فلوس التقاعد من الحين، وهدفها هو جمع 80,000 قطعة ذهبية. الأنمي مقتبس من لعبة شهيرة رغم
انه ايسيكاي، لكن فكرته جيدة للادخار والتقاعد. بالنسبة لي ما اعتقد بكمل متابعته حاليا. واللي بعده انمي تيتش نورويد اوفر مايند. قصة الانمي تتحدث عن فرقة تقاتل من اجل القمة في برج الترفيه بابل، ويحيون الامل بالناس. وفي الحقيقة كأول انطباع مجموعة ورعان يعيشون في المستقبل ومهتمين للغناء، وفي معهم بنت او ولد مدري فصيلته. الانمي تقييمه منخفض وفيه ورعان وغناء، لذلك بسحب عليه. واللي بعده انمي ايسيكاي نوبيري نوكا. يتحدث الانمي عن فتى اسمه هيراكو توفي بسبب مرض خطير صادفه الحظ واعادته الهتهم للحياة في عالم الايسيكاي، الهتهم طبعا. وعلشان يستمتع بالفرصة الثانية منحته ان يختار اي امنية، وطلب الولد ان يصبح مزارع. واضح انه يريد منافسة ملك المزارعين من انمي نومين كارين. وهذا الانمي جيد مو بسيء، فيه الف ومعلومات عن الزراعة فانصحك فيه. اللي بعده انمي اريسنو كيوجو. قصة الانمي يتحدث عن وحوش انشأة الارض وسرق البشر اراضيهم وصار بينهم صراع، لكن البشر استخدموا ضد الوحوش قوة مماثلة لهم. واللي شفته باول حلقة يتحدث عن فتاة محظوظة شافت خاتم عجبها ولبسته وحصلت على قوة سحرية، وستخوض مغامرة مع اصدقائها لكشف اسرار العالم. الانمي مو حلو مرة لكن لا بأس فيه، ونعطيه فرصة ليتأهل لقائمة انصحك فيه. واللي بعده انمي هيوكي نو ماجيت سوشي غا ايسيكاي و سوبيرو. قصة الانمي تتحدث عن ساحر الشفرة الجليدية المعروف باسم راي وايت، اللي قاد البلاد للنصر قبل 3 سنوات، وبعدها التحق باكاديمية ليستمتع بحياة طبيعية، وبنفس الوقت ما زال محافظ على مهاراته السحرية، واكتسب اصدقاء منهم ايميليا وروز، وتم تكليفه بمهمة مطاردة الجاسوس دوافعه غير واضحة، لذلك سيبذل ما لديه لحماية اصدقائه. قصة الانمي جيدة واحس بيكون انمي حلو، لذا انصحك فيه. واللي بعده انمي The Legend of Heroes. يتحدث الانمي عن الاستاذ ريان شوارزر يدرس في اكاديمية ثروز العسكرية في ايري بونيان، وتركز قصة هذا الانمي على الجزء الغربي من قارة زيموريا. الانمي تصنيفه عسكري حربي واحداثه لا بأس فيه، لذلك نحطه ضمن قائمة انصحك فيه. واللي بعده انمي بودي داديز. يتحدث الانمي عن قتلة مأجورين صادفوا فتاة صغيرة نادت احداهما ببابا، ومن يومها ما تركته، وصار هدفهم الاساسي هي الطفلة، غيروا لها الحفاظة، يأكلوها، يشربوها الى اخره. وبنفس الوقت يعيش الصديقين دور الام المتوترة والاب الغير المبالي. على ما اذكر اسم الطفلة هي ميري، هو علشانها بس متابع الانمي. طبعا مو بسيء لكن احيانا يكون رهيب واندمج مع القصة. وفي حلقات اخرى اقول كاني اتابع انمي يوري، والورعان يستخدمون ميري ليخفوا الوانهم، لذلك نحط الانمي في مركز انصحك فيه. لو كل الحلقات احداثها ثابتة كنت بقول خرافي. والانمي اللي بعده هيكاري نو او. يتحدث الانمي عن فتاة اسمها توكو نشأت في قرية وتترحل مع ذئبها ايضا، كانت تعيش احداث ما بعد الحرب، وتلتقي توكو بكوشي اللي لقاؤهما سيغير مصير العالم. من القصة تحس ان العالم زي كور زراقيف بين ايديهم. المهم الانمي ستايله ياباني ورسمه قديم ما بيعجب الكثير، لكن جودته كويسة لانه من انتاج استوديو سيجنال ام دي اللي اشتغلوا على انمي بلاتينيوم اند. رغم ان الانمي مسحوب عليه لكن ممكن اكمل متابعة بعده لما افضى، ونحطه في قائمة للي فاضي حاليا. الانمي اللي بعده اينونو ناتارا سوكينا هيتوني هيرواريتا. هذا الانمي ما تابعته لان قصته تتحدث عن ولد تحول لكلب لزميلته. بدون ما نكمل نحطه في قائمة ما يستاهل. والانمي اللي بعده كايكو ساريتا انيكو كو هيشي 30 بدرشونو الى اخره. يتحدث هذا الانمي عن جندي عمره 30 عاما، رغم وجوده في جيش اللورد الشيطاني، وبسبب ذلك تم طرده من الجيش. ثم صادف فتاة انقذها من الوحش وراح لقريتهم، ومع الوقت اكتشفت انه قوي. احداث الانمي ممتعة ولا بأس بها، لذلك يستحق نحطه مع قائمة انميات انصحك فيه. واللي بعده انمي اويو كيو مينوكينيا. يتحدث الانمي عن عالم غارق بالثلج وسكانه يكافحون من اجل العيش، وكمان في اشخاص ساكنين بالاعلى بجانب الغلاف الجوي وناس ساكنين على سطح الارض، وهناك يلتقيان كاينا وليليا ولقاءهما سيغير مصير العالم. احداث الانمي ممتعة رغم ان تحريكها سيجي، لكن مختلف تماما عن السيجي وممتع ايضا، لذا انصحك فيه. واللي بعده انمي توندري اكيوكو ريجو. يتحدث الانمي عن ولي العهد سيج اللي صادف في احد الايام انه سمع صوت من العدم ويعتقد انه صوت الالهة، لكن في الواقع هم ورعان من مدرسة ثانوية يلعبون العاب الفيديو، ويتحقق حلمهم في ان يغيروا احداث قصة اللعبة بناء على رغباتهم. ولي زلوث شخصيتها تسندورية وتنتقد كثيرا، لكن في الواقع تستخدم النقد لتغطي جراحها. الانمي
واللي كنت بسحب عليه بما أن أجواءه ملكية وهذا الأشياء يعني، لكن مع الأحداث تبين لي إنها مو بسيء، لذا نعطيه فرصة وننصح فيه. واللي بعده أنمي أنتل أب، يتكلم عن الولد أكيرا اللي عنده مواهب غناء وصديقه كان ينشر أغانيه بالنت بدون ما يدري، لكن اكتشفت موهبته شركة سيميليا الغنائية واستضافوه حتى يخلوه نجم غنائي صاعد. الأنمي يتحدث عن الموسيقى نفس BTS ومع ذلك خلف الكواليس، وكان من آخر الأنميات اللي ما حد مهتم لها وكأحداث تمشي الحال، لذا نحطه في قائمة للي فاضي. واللي بعده أنمي مو إيبون، أحس استايله ياباني واستخدموا وجوههم اليابانية، لكن ما لقيت الأنمي لذا سحبت عليه. وكمان اللي بعده أنمي نينجيون أنيميشن، شخصيات مصغرة لكن حلقتها ما متوفرة لذا سحبت عليه. واللي بعده أنمي بوكوتو روبوكو، خادم مسترجلة أو خادم مكلف فما يستاهل. واللي بعده أنمي هيجرو سكاي بيكتشر، أنمي طفولي ونسحب عليه. وأخيرا أنمي ياماوري نيكو، أنمي تتركز أحداثه حول فما حد فاضي نسحب عليه. وهذه كانت كل الأنميات اللي لها موسم أول ونزل في شتاء سنة 2022. كمان باقي أنميات أخرى تابعتها لها مواسم متفرعة نفس ملك الشياطين وفينلاند ساغا وناغاتورو سان وتوكيو ريفنجر إلى آخره، وبذكرهم في فيديو آخر كأفضل 10 أنميات تابعتهم. أحس حبيت هذه الفكرة، فيديو أذكر فيه كل الأنميات اللي تابعتها لهذا الموسم وفيديو آخر أذكر فيه أفضل 10 أنميات لهذا الموسم بالترتيب، فخبروني لو حابين أمشي على هذا النظام. كمان أذكروا لي وش أفضل الأنميات اللي تابعتوها لهذا الموسم. وبس نلتقي مجددا بإذن الله في الفيديوهات القادمة. كان معكم روكرو والسلام عليكم.